بسم الله الرحمن الرحيم. سبقني تكلمت عن مميزات كثيرة في نظام الماك الجديد كاتالينا، واليوم راح أتكلم عن ميزة تنفع الناس اللي عندهم ضعف في النظر. فالآن لو رحت إلى الإعدادات النظام وبعدين دخلت على الأكسسبيليتي أو إمكانية الوصول وبعدين اخترت من الجهة اليسار زوم، ففي خيار جديد اسمه Enable Over Text. فوظيفة هذا أنه لو جيت ضغطت على كوماند الآن ومررت الماوس على أي كتابة فراح تتكبر عندك بالشكل هذا. كل عليك انك تضغط كوماند وتمرر الماوس على اي مكان سواء في الدوك او تمرر على البار العلوي سواء في المينيو العلوية او البرامج اللي تظهر لك دائما بجانب الساعة في الجهة اليمين. طبعا ابل وفرت هذه الميزة ووفرت ايضا خيارات لهذه الميزة. فالان لو دخلت على options على سبيل المثال، فالآن في خيارات كثيرة ممكن تتحكم فيها في هذه الميزة. بإمكانك تغيير حجم الخط، بإمكانك تغيير نوعه، وأيضا بإمكانك تغيير الزر اللي إذا ضغطت عليه راح يكبر لك الخط، وأيضا بإمكانك التحكم بالألوان. فلو ضغطت على Colors تحت فراح تقدر أنك تتغير الألوان. حاجة أخيرة، لو ضغطت على كومان 3 مرات أو أي زر أنت اخترته فراح تقدر تمرر الماوس بدون الحاجة بالضغط على كوماند عشان تفعل هذه الميزة. فالناس اللي يعانون من ضعف النظر ويحبون انهم يكبرون الخطوط، كل عليهم يضغطون على كوماند 3 مرات بعد تفعيل هذه الميزة وراح يظهر لهم الخط بشكل كبير بمجرد انهم يمررون الماوس عليه. هذا اللي حبيت اوضحه اليوم. يا ريت تشتركون بالقناة عشان تشوفون باقي مميزات نظام الماك الجديد كاتالينا. يعطيكم الف عافية ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.